انت حكيت لي بقى حكايه، يعني انا ما عرفتش انام امبارح بالليل طول الليل وانا عماله افكر ازاي روح الله يخترق التليفون ويخلص ناس من ارواح نجسه بالتليفون. كنت بتواصل مع حد بره مصر. وشعر حد قال لك على حد محتاج صلاه بالظبط كده. فتواصلنا من خلال التليفون عرفت ان في واحنا بنصلي ان في قوه شيطانيه بتخترق الانسانه دي، لدرجه ان قوه الشر لما بتتصارع جوه جسدها بترفعه من على الارض. يا رب. بترفعه من على الارض وبتعمل حاجات غريبه جدا. في الوقت ده بدات اصلي في التليفون لان هم كانوا معذبين. الشخصه دي معذبه من كتر ارواح الشر اللي موجوده فيها. بدات اصلي في التليفون لان انا مش موجود قدام الشخصه او الانسانه دي، مش هعرف اوصل بصلاه بوضع اليد عشان ربي يكون بيحررها. لكن في الوقت ده طلبت معونه الروح القدس. قلت له يا روح الله انا بدعوك انك انت تكون بتوصل للبلد ديت، البلد العربي دي، وتكون بتخترق الانسانه ديت وبتحاصر الانسانه ديت. نمره واحد تكون بتغيرها عشان تكون بتقبل عملك، انها تكون بتقبل انها تكون بتحرر. تاني حاجه تكون بتحاصرها ان هي تكون بتتفك من عمل الشر. بدانا نصلي في التليفون وبدات تهدى وتهدى وتهدى وتهدى، وفي اخر المكالمه ارواح الشر خرجت وبدات لاول يوم من وقت طويل انها تشعر انها بتنام براحه وبسلام، وبدات تطلب الرب مخلص الشخصي لحياتها. وده كان عمل الروح القدس انها خلاها تخضع وتطلب انها تكون بتتعرف على الرب شخصيا. وطلع فيها كام روح؟ دول كانوا الاف الاف، وكانوا يعني لاجئون، وكانوا في صحراء. الصحراء دول مغربيين كانوا بيبعتولها السحر بطريقه عجيبه لاول مره كنت بسمع عنها. كان في حديث ما بيننا وبين ارواح الشر، ففي الوقت ده كنت بسالهم الاعمال اللي موجوده اللي بعتوها، اللي اتبعتت للانسانه دي شكلها ايه؟ قالوا لي في حاجات مكتوبه وفي حاجات مرشوشه، لكن الاول مره كنت اسمع ان اعمال شيطانيه تتبعت في رسائل الموبايل. يا ربي. لدرجه ان احنا طلبت منها انها تشيل شريحه الموبايل من التليفون، كانت الرسائل بتوصل للتليفون بدون شريحه. يعني ايه؟ يعني حاجات ما شيطانيه مكتوب لها قولي كذا اعملي كذا. الموبايل بمجرد ما توصل الرساله وتفتحها عمل الشر يكتسبها. يا الهي يا الهي.